الجزء الثاني او المشهد الثاني اللي عايزه برضو اتوقف امامه مع حضراتكم وهو محل رصد ومحل نقاش هو المشهد السياسي، واحنا بنقفل 2023 واحنا بنقفل صفحه الانتخابات وبنبدا عهد جديد وبنبدا عام جديد وبنبدا اولويات جديده وبنبدا تقييم جديد للعالم من حوالينا. مهم جدا ترتيب البيت الداخلي، ايه اللي بيحصل في الداخل المصري؟ قطعا وبلا شك وقولا واحدا احنا بنشهد حالة سيولة سياسية، وانا هستعرض معكم مظاهر السيولة دي. اول حاجة يمكن لاحظناها على مدار الفترة اللي فاتت هي الحوار الوطني، والحوار الوطني دوت كأنه كده كان يعني ناس ما صدقت، والناس بقصد بيها الناس بشكل عام، بقصد بيها الأحزاب وبقصد بيها الكيانات السياسية المختلفة، الناس ما صدقت تبدأ تنخرط في نقاش جاد وحقيقي ويبدأ يبقى عندها منصة تعبر بيها عن نفسها وتستعرض بيها أفكارها وتشارك فيها في الإدلاء بالصوت أو يكون ليها دور في اللي بيحصل في البلد. أنا بشوف إنه الحوار الوطني اللي دار فيه داخل أروقته داخل جدرانه وعلى شاشات التلفزيون وداخل الأوراق اللي تم صياغتها وداخل المقترحات اللي اشتغلت عليها الأحزاب والكيانات السياسية هي اللي أسفرت أو هي اللي خرجت لنا مشهد مهم جدا، هو مشهد الانتخابات بكل تفاصيلها بقى. ثلاث مرشحين من أحزاب سياسية بتحمل تيارات وأفكار مختلفة، كل ألوان الطيف السياسي من اليمين لليسار مرورا بالوسط، هو اللي أفرز لنا مشهد الإشراف القضائي على الانتخابات، أفرز لنا أمور كثيرة جدا مهمة. النهاردة إحنا قدام تطور جديد وهو استكمال أو استئناف لجلسات الحوار الوطني بعد الانتخابات الرئاسية. يا ترى الحوار الوطني بعد الانتخابات الرئاسية يحمل أي أولويات؟ إيه الهدف منه أصلا؟ ممكن يضيف إيه للمشهد السياسي؟ وهتكون إيه الملفات أصلا اللي مطروحة؟ دي كلها نقاط أحيلها لضيفي اللي بينضم ليا دلوقتي على التليفون عبر الهواء مباشرة، الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهو. أستاذ عماد مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. خليني أسأل حضرتك في البداية عن يعني استقبلت إزاي فكرة استئناف جلسات الحوار الوطني في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وإيه اللي بتشوف إن هو يحمل أولوية ملحة للنقاش؟ أولا طبعا الكلمة المهمة هي اللي جت في ثنايا كلام السيد الرئيس، كلمته اللي هو شكر فيها المصريين بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وقال إنه أشار إشارة مهمة جدا أن الحوار الوطني سيعود بطريقة أكثر فعالية وعملية. دي كانت إشارة في منتهى الأهمية من السيد الرئيس. وأنا أظن منذ بداية الحوار، منذ إطلاق الرئيس للحوار في 26 أبريل 22، والرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لهذا الحوار. وبالتالي حينما يأتي رئيس الجمهورية بنفسه بيقول أن الحوار سيعود وبفعالية وبطريقة عملية، ده معناه أنه الدولة المصرية يعني وجدت يعني أن هذا الحوار كان مهما وكان مؤثرا وكان مثمرا منذ إطلاقه حتى الآن. هناك وجهة نظر تقول أنه لم يكن لمصر أن تصل إلى لحظة مشهد الانتخابات الرئاسية بالصورة التي تمت بها لولا أن الحوار الوطني قد مهد الأرض لهذا الأمر وجعل القوى السياسية تجلس تحت سقف واحد وتتحدث تختلف وتتفق تحت سقف واحد، الامر الذي ساهم في اسراء الحياه السياسيه وفي نفس الوقت فصل العناصر يعني التي تريد للوطن الا يستقر والعناصر التي رهنت على الانقسام والفرقه. وبالتالي عوده الحوار الوطني انا اظن سيكون له فوائد كثيره جدا لتعزيز المناخ الطيب الذي افرزته الانتخابات الرئاسيه الاخيره. ايه المكتسبات اللي حضرتك شايف انه يعني من مكتسبات المرحلة الماضية مثلا من خلال الحوار الوطني هو في الشق السياسي تحديدا هو مسألة تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، واحنا بنقفل صفحة الانتخابات ايه المكتسبات اللي يجب ان يسعى اليها الحوار الوطني والقائمين عليه والأحزاب السياسية المختلفة والتيارات المختلفة يحققوها لمزيد من الانفتاح في المجال العام واحنا كمان داخلين على انتخابات تشريعية مهمة؟
اولا حضرتك عدد كبير من الناس بما فيهم بعض النخبه بيتصور ان الفوائد للحوار الوطني لم تاتي حتى الان، بفعل ان التوصيات رفعت للسيد الرئيس وفي انتظار ان تتحول الى وقائع على الارض. هناك وجهه نظر اخرى اكثر دقه وارى انها صحيحه، وهي ان الحوار الوطني نجح حتى قبل ان تنفذ توصياتي على ارض الواقع في إشاعة مناخ من الحرية، مناخ من التواصل. القوى السياسية المصرية جلست معا، تناقشت، تجادلت، حققت يعني مناخ من القرب مهم جدا أن يكون موجودا قبل ذلك. وبالتالي ده مسألة في منتهى الأهمية، حتى لو لم تكن الأمور قد تحققت الشروط اللي هي الخاصة بالانفتاح السياسي أو الزراعة والصناعة. أظن أنه الفترة الجاية إذا استمرت هذه الأجواء كما هي ستساهم في بلورة الحوار الوطني بالصورة التي يتمناها الكثيرون، خصوصا فيما يتعلق أولا بالانفتاح السياسي، مزيد من فتح المجال العام، ودعم الزراعة، دعم الصناعة، اللي هي إتاحة مناخ يساعد حتى القوى السياسية على مزيد من العمل ومزيد من التقدم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على هذه المداخلة.